الجديده بقى اللي هنبتدي من خلالها مع حضراتكم. بالمناسبه في كام فيديو هيكون معانا كده، في عدد فيديوهات مش هنعرف نعرضهم، ودي رساله لكل متابعينا، الفيديوهات اللي مش هنعرف نعرضها لان الصوت مش واضح، يعني صوت حضرتك مش واضح، وبرضه احنا عايزين نطلب من الناس بعد اذنك وانت بتقول الفيديو السؤال بتاعك او رساله. بالمناسبه مش سؤال بس، انت لو عندك اي رساله عايز توجهها للنادي الاهلي، للمسؤولين النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني، قولها. عندك سؤال حابب تساله واحنا نرد عليه، اساله، بس اهم شيء خلي بالك من الصوت بتاعك يبقى واضح. تاني حاجه حاول تقول اسمك مع بدايه الفيديو او مع نهايه الفيديو يعني عشان يكون معانا ونعرف نرد عليك بشكل كويس. فاحنا معانا بعض الفيديوهات الواضحه فاللي هنعرف نعرضها وبالتالي هنرد عليها. نروح نشوف فيديو فيديو، يلا بينا. الكابتن رمضان صبحي، هو احنا عايزين بس نقول ان هو وحشنا جدا، وحشنا روحه في الملعب ونفسنا يرجع باكتر وقت ممكن يعني، بس يعني عايزين نعرف هيرجع تاني امتى ويرجع ويشارك. طيب ده سؤال من ضمن اسئله الجماهير ومتابعي برنامج كلام في الميديا، وبيسال على رمضان صبحي، رمضان صبحي اخباره ايه، هيرجع امتى، الكلام من ده. رمضان صبحي احنا بناكد لحضرتك ان اللاعب خلاص بقى جاهز للمشاركه في التدريبات وفي المباريات بشكل طبيعي. هو الفتره اللي فاتت اخر كام تدريب الاهلي هو شارك بشكل جماعي في كل الفقرات عادي جدا، كان بالتالي هيبقى جاهز للمباريات، لكن المباريات طبعا تم تجميدها بسبب كورونا. فبمجرد عوده المباريات فرمضان صبحي جاهز. طبعا هو مش وحشك انت بس، هو وحشنا كلنا، لان هو لعيب مهم جدا واضافه اكيد لفريق النادي الاهلي. نروح نشوف الفيديو الثاني، يلا بينا. كريم نيدفيد اللي هو لسه مصاب والمحامي بتاعه بيقاضي مركز العلاج في المانيا اللي هو كان بيتعالج فيه عشان تشخيص غلط ولا حاجه كان غلط فتسببت في اصابته كتير، فانا عايز اعرف مدى صحه الكلام ده. سيبوني اسمع. طيب هو صديقنا العزيز هنا بيسال على كريم نيدفيد وبيقول لك ان المحامي بتاعه بيقاضي المركز العلاجي الخاص به في المانيا او مركز العلاج الخاص به. الخبر ده غير حقيقي بالمناسبه. كريم نيدفيد ما قضاش اي حد، ده خبر مؤكد واحنا بناكده لحضراتكم. ما خدش اي اجراءات قانونيه ضد اي مركز من المراكز اللي عالجته في المانيا او كلام من ده، لكن تطورات الحاله بالنسبه لكريم نيدفيد احنا قلناها لحضراتكم اكتر من مره قبل كده، لكن هعيد وازيد في التاكيد عليها لان ممكن البعض ما يكونش عارفها او مش عارف ايه التطورات. كريم نيدفيد اجرى الجراحه مؤخرا الاخيره بالنسبه له، رجع على مصر بعد ما رجع قدامه شويه كمان اقل من شهر باذن الله، وهيرجع على المانيا. لما هيرجع على المانيا هيتم عرض حالته على الطبيب اللي اجرى ليه اخر جراحه. لما هيتم عرض الحاله دي والطبيب يطمن على اللاعب، اللي اللاعب نفسه خلي بالكم اللاعب مطمئن جدا ومستريح جدا نفسيا المره دي بعد الجراحه، فبالتالي الطبيب هيحط له برنامج، البرنامج ده هيمشي عليه هياخد اكتر من شهر طبعا، يعني هياخد 4 5 6 شهور مثلا بالكتير قوي قوي، ويرجع للتدريبات الجماعيه ممكن خلال كمان الفتره دي. انا مش دكتور بس احنا في انتظار القرار النهائي من الطبيب، يعني خلال الفتره دي يرجع للتدريبات الطبيعيه بشكل طبيعي. لكن اي اجراء قانوني، ما فيش اي اجراء قانوني خده كريم نيدفيد ضد اي حد، ده امر مؤكد ووضحناه لحضراتكم. الفيديو اللي بعده يلا بينا. السؤال الاول حقيقه مشاده رمضان مع بادجي، السؤال الثاني حقيقه ادعاء رمضان صبحي للاصابه الفتره اللي فاتت، في كلام ان هو 12 ان هو بيدعي الاصابه على النادي الاهلي، عايزين نعرف حقيقه الكلام ده. طيب سؤالين، السؤال الاول رمضان وبادجي اتكلمنا فيها ووضحناها لحضرتك النهارده من خلال تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، وامبارح كنا وضحناها لحضرتك كمان. حصل مشاده، طبعا حصل مشاده، المشاده كانت حاده شويه دي حقيقه، لكن ما فيش حاجه اكتر من كده، ما حصلش التهويل اللي حضرتك بتشوفه او بتسمعه في اي حته تانية، والامور خلاص بقت طبيعيه ما بين الاثنين لعيبه والكلام عادي جدا. في عقوبه وفي غرامه ماليه من مدير الكره، ده امر مؤكد، لكن خلاص قصه وانتهت وهم زملاء في الاول وفي الاخر وكلهم بيكونوا حريصين جدا على مصلحه الفريق. لكن السؤال الثاني او الجزئيه الثانيه اتكلم فيها صديقنا العزيز هو فيما يتعلق باصابه رمضان صبحي ان هو بيدعي الاصابه. لا طبعا اللاعب ما بيدعيش الاصابه. في اصابات ممكن تاخد مع لعيب فتره اطول من الطبيعي، ممكن الاستجابه عنده بتبقى قليله. هتقولي طب ما هو بره بيحصل، انا متفق معاك بصراحه، ممكن بره تلاقي لعيب عنده نفس الاصابه بس بتخلص بشكل اسرع او بشكل او مده زمنيه اقل بيرجع، لكن دي بتترتب على حاله كل لاعب ومدى استجابته للعلاج. رمضان كان عنده مزق في العضله الخلفيه والاصابه خلصت تماما، ممكن يكون تعرض لاصابه اخرى خفيفه عطلته شويه، لكن في نفس الوقت دلوقتي بالنسبه لي انا ان اللاعب جاهز تماما للمشاركه في تدريباته وفي مباريات، وشارك في اخر كام تدريب وجاهز لاي مباراه ان شاء الله باذن الله خلال الفتره الجايه ما يرجع النشاط الرياضي. معانا فيديوهات تانية يا جماعه ولا خلاص؟
خلاص كده. طيب بقيه الفيديوهات اللي معانا يا جماعه ما عرفناش نعرضها لحضراتكم علشان الصوت، انا عايد على حضراتكم تاني، الصوت مش واضح، ونتمنى ان حضراتكم كمان تقولوا لنا اسمكم في اول او في اخر الفيديو، واحنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نرد على مختلف الاستفسارات، لان ده دورنا كقناه النادي الاهلي وكبرنامج كلام في الميديا ان احنا نرد على اي استفسارات ممكن تكون في اذهان حضراتكم، وان شاء الله نكون دايما عند حسن الظن خلال الفتره اللي جايه.